السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا سيدي جمال. كيف ياتيك قريبا؟ بخير. حفظكم الله ورعاكم أخويا. الله يرحم والدي، راه كنستافدوا منك بزاف. ياتيك قريبا. أكرمك الله أخويا. أخويا عندي واحد جوج سؤالات. يا سيدي. اللي كيدير العرس نهار عاشوراء في المثال غدا. إيه. والجماعة عنده شي. نعم. تأثير على المدة ولا ما كاين والو خرافات؟ لا، لكن أساسي في هذا عاشوراء اللي وصلنا به النبي صلى الله عليه وسلم هو الصيام. الصيام قال إن أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية. أما الإنسان كي يدير العرس أكيد هذا أمر عادي جدا، ولكن يحصن نفسه سواء في عاشوراء أو تزامن مع يوم آخر. الإنسان اللي كيبغي يدير العرس داروا في الصيف ولا في الشتاء ولا في أي وقت، خاصه نهار يدير العرس يحاول ما أمكن يكون محصن نفسه أنه يحصل العروسة وتحصل العريس، لأن بزاف ديال العروسات كيتصابوا ليك العرس، هادشي شده بعين مرات متعدده. العروسه مسكينه فوق العماريه ومصوبه ومقاده وفرحانه والعائله كلهم، وديك الساعه اصيبت برصاصات، رصاصات عيون، عيون ربما حاسده حاقده، فما دام ما مرت عليها الا ايام او اسابيع او شهور حتى وقع النزاع بينها وبين الزوج ديالها وقعت التفرقه. لهذا اللي بغى يدير العرس في اي يوم من ايام الله لابد ان يكون محصنا، يقرا الاخلاص والمعوذتين 3 مرات في الصباح والمساء، ولا شاف راسه بانه مقصود ومتبوع، يقرا البقره، سوره البقره فيها 5 احزاب يقراها كامله، وغادي يكون ان شاء الله في حميه من اي عين ومن اي سوء. اما في هذه الايام ديال عاشوراء الله يحفظنا واياكم، كتكون ازدهار ديال صناعه السحر والشعوذه، هذا موسم ديالها، هذه الايام المباركه اللي هي ديال المؤمنين الصادقين كيستغلوها بعض الناس للاشتغال في هذا الميدان ديال السحر، لان الكواكب والنجوم عندها تاثير قوي في حسب ما يعتقدونهم. ولكن ربنا عز وجل كيقول لنا وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. حفظك الله ورعاك اخي جمال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا لاله السعديه. الله يوفقك سيدي. انا نحكي لك واحد المشكل ديالي. يا للا. انا واحد الدريه كبيره عندي، نقول واحد شي 34 سنه. نعم. ومن اللي هادي جلست وتاخر عليا الزواج، ومن هادي جا واحد الدري، جا واحد السيد تلاقى غير مع راجل اختي. نعم. قال لي باغي نخطبها. قال لي جا عاود ليا، قال لي صافي راه السيد راه غادي يجي يخطبك. قلت ليه وافقت عليه حيت انا كبرت السن زعما. نعم. ومن اللي هادي جا خطبني، جا شافني المره الاولى صافي قال لي موافقه، وعطى لها عاد لامي وعطى لها عاد لخويا، انا ما عنديش بدا غيتيمه. نعم. ومن اللي هذا مشى جلس شحال من نهار هو يعيط لخويا. قال لي غنجي نتسلف من عندكم شي فلوس، واش ما عيط لراجل اختي قال لي غنتسلف من عندكم شي فلوس، شوف لا عند خوتها ولا عندها هي ولا عندك نتايا. صافي من اللي هادي قال لي خوتي زعما هاد السيد قال لي من الاول عندنا غير مره واحده، وبعد ما يبدا من الاول يتسلف عندنا زعما جلسنا معاه لا عام لا عامين لا حتى شي حاجه. كانوا رفضوا لي عليه، قالوا لي صافي، وانا قلت لهم انا زعما حيت كانوا بكري كيجيني خطاب وكنت كنرفضهم، هذا بحال ارتحت لي. من اللي هذا ريحت الاخر وبيبي صافي غنجيب امي، وكاين ما عندوش حتى هو با، كاين عمو اختو جابهم عندنا، جابهم عندنا ريح واحد مشاو وريحوا ايامات، كيقول لي دابا راه ايامات غنجيب لك حوايجك وغنجيو نتكاتبوا داك الشيء. خلاني وجدت الوراق ديال الكتبه وصيبتهم وجدتهم وصافي غنتكاتب في المدينه اللي ساكن فيها انا، ماش تكاتبوا انتم في المدينه اللي ساكنين في البلاصه اللي ساكنين فيها انتم. من اللي هذا وجدت الوراق ديالي ريحت بهم، دابا وفوا 3 شهور، المهم الوراق ماتوا صافي خصهم يتعاود يجددوا. قال لك هو العدو اللي غيتكاتب عدو ديالو بوحدو كيعرفو غير هو. من اللي هذا جابني من البلاصه اللي كنسكن فيها انا، وجيت عند اختي ريحت 3 شهرين وحتى فات الوقت ديال هو كيقول لنا غدا نعيط لكم جنت كاتبه، بعد غدا نعيط لك، بعد غدا نعيط لك. ما عيطش لي حتى شي نهار.
شي نهار ما جا واحد الخطرة عيط عليا جوج مرات داني لدارهم عند مو مو كتبان لي بحال هكا تمحقني ماشي شي حاجه سميتو عليها. هي خطير هذه يومين ما عيط لنا في التليفون مع الصباح قال خطو قالت لنا اجي عندي اجي قالت لي اختي اجي عندنا للدار دابا بنقول لك شي حاجه. مشات عندها اختي للدار قالت لها هذا السيد راه مزوج عنده كتلا جوج بنيات وراه قالت لي قالت لها راه مزوج راه كيضحك عليكم راه كيتفلى عليكم راه كيعطيكم العاد راه كيتفلى عليكم وانت دابا الا مشيتي قالت لها ما تقوليهاش ليه ما تقوليش ليه راه حنا عيطنا لك عطيني العاد بلا ما تقوليش ليه راه كنا قولي سولنا عليك في التيسا من اللي هذا مشات اختي داك الشيء اللي قالت لي صافي دوك الناس قالت لها عادوني ما غنقول عليهم حتى شي حاجه قالت لها عيطوا لي هو قولي صافي ما بقيتيش تعرفنا وهذه ملي عيطوا صومينا في التليفون ما تيجاوبش هي تعيط لي اختو قالت لي ما جاوبكمش قلت لها لا ما جاوبناش قالت لي لا ما جاوبناش ملي هادي ريحنا شويه وهي تقول هي تقول وهي تعيط هو عيط لي هو الغد لي عيط لي قال لي اختك كانت عندنا في كنت عندكم في الدار قلت لي ما عرفت شحال فين مشات قلت لي تسخر ما عرفت شي مشات انا ما بغيتش داك الهاد اللي عطاو لختي ما بغيتش نخسرو قلت لي ما عرفتش اختي فين مشات مسخره قلت لي ما عرفتش فين مشات قال لي يلا راه عاودت لي قال لي امي واختي وقال لي جات دفعت علينا الباب وقالت لنا داك السيد اللي راه عندنا 7 شهور هذه وما دار معنا حتى شي حاجه وبين نعيرو وبين نسبو وبين ندير ليه وراه قالت لي حتى حنايا ضنا قالت لي هزينا قالت لي التصاور ديال البنيات ديال اختك وقلنا لها شوفي بنيات وهادو راه البنيات ديالو هو وقلنا لها راه مزوج عمرنا ليها ودناها وخينا مشينا قالت لي مسكتنا مفقسه هضرنا عليه لا اله الا الله ما عرفناش واش حنا اللي خلنا لها عاد ولا هما ما شاء الله هو كيعيط من الاول وكيقول لك انا ندخل لها عاد ديال اللي عطيتكم راه بالي هو كسيده وبالي في المصيب وبالي كيدعي غير من المصيب وحنا عمرنا ما خلنا لها عاد اللي عطينا لا اله الا الله ودابا بقيت درنا واحد خرجنا واحد الدريه ومشينا للمنطقه اللي كيسكن فيها البلاصه اللي كيسكن فيها ومشات هذيك الدريه اللي معايا سولت عليهم قالوا لها خايبين ونصابين وميتشافوا وقال لها راه مزوج بصح وراه مخيبين وراه واخا كيدعوا على ريوسهم وراه مخيبين مزيان وانا حصلت من جهه تاعنا وساكنه على العروبيه والعائله ومشى لدارنا ما هي مره ما هي جوج ما هي ثلاثه ما هي اربعه 7 المرات وكيمشي لدارنا ما شاء الله ما بقيتش عرفت اش ندير لا مع خوتي ولا مع عائلتي وشوهني مع المجتمع كامل واحد الدريه كان مصلي ومحترم وما كان بقيتش الحرام يتفرج عليا وانا نشوف حتى بعيني لا اله الا الله وكتب علي الله هذا المكتب لا اله الا الله السعدية نعم ودابا انا حلمة واحدة حلمتها عليه ما عرفتهاش شناهي من اللي زعدنا المرة الأولى المرة الأخرى حلمت به زعما هو جا لعندنا وجا لعندنا ملي جيت بنسلم معاه طفى عليا الضو ولات على الظلمة دزت بنجلس مديت له يدي في الظلمة ودزت بنجلس للأرض شعل الضو قلت أنا صافي بلا ما نسلم عليه راه سلمت عليه ملي سلمت معاه في الظلمة ضارع مشى لواحد البلاصة نعس فيها زعما وكيبان لي نعس الصباط ديالو كيتقلب قلت أنا علاش هذا ما جاش نعس مالو شنو بيه هاد الحلم حلمت هذيك الساعة ملي جا المرة الأولى ودابا انا بغيتك الدعام معايا شاجيها عليا الله راني قلبي مع النبي الا الله تعالى وتبارك راه كان صوني لك جوج شهرين دابا في هذا اللمه لا اله الا الله وما باش تشد لي الخط ما شاء الله ما شاء الله نهار الى ما دير لي الدعاء ارتاح من جهه هادشي كل شيء انا ما بقيت بيت لا زواج لا حتى شي حاجه في هاد الدنيا لا اله الا الله شحال عمرك اختي السعديه؟ عندي 34 سنة مازال باقا صغيرة لالا سعدية مالك هز الهم مازال باقا صغيرة ومازال يجيب لك الله ود الناس ومازال تولدي وتعاودي تولدي إن شاء الله تعالى الخير كله إلى الأمام بإذن الله وهذيك الرؤية اللي شفتيها لالا سعدية ملي شفتي كان ظلام ثم شعل الضوء وأنت سلمتي عليه معنى أنك أنت بديتي بالسلام نيتك صافية أنت درتي النية والنية هو اللي كيربح مادام سلمت عليه درتي النية ثم هو ملي مشى ما بغاش يديه النعاس معنى انه راه ظلمك ولكن الضمير ديالو حي الضمير ديالو ما غاديش يخليه يرتاح ما داش النعاس لانه كيقول هاد البنت دارت فيا النية ودقيت بابهم وكليت طعامهم ووعدتها ومن بعد اخلفت الميعاد السعدية ربما انت مرضية الوالدين الله عز وجل بين لك العيوب ديال هذا الانسان قبل ما تكوني معاه امرأة ويكون الزواج وتكون الامور كبيرة
الله تعالى اذا احب العبد المؤمن كيبين ليه الامارات في اول الطريق. انت باقي ما خسرتي والو. تصوري معايا لو انك درت الصداق ودرت العرس وكانت الدخله وقع الحمل وعاد اكتشفتي فيما بعد بانه راه ما باغيش يتزوج وانه مرتبط وعنده اولاد وانه كذا وكذا، غتكون ديك الساعه المصيبه اعظم والخطب اشد. ولكن حتى انت عندك نيه حسنه الله تعالى بين لك العلامه في اول طريق، فما تحزنيش ما تقلقيش، امر الله تعالى نافذ ورحمته اوسع ان شاء الله تعالى. اكثر من الدعاء في السجود في قيام الليل، وربي عز وجل يسوق اليك الزوج الصالح ويعطيك الله العائله المباركه ومازال الخير الى الامام. فاسال الله الكريم المتعال في هذه الليله الطيبه من تسعة وعاشوراء، اللهم يا ربي يا كريم اكرم اختنا السعديه، اكرمها يا ربي بزوج صالح، اللهم عوضها خيرا مما ضاع لها. يا كريم يا ودود يا جواد يا ارحم الراحمين يا لطيفا بالعباد، اللهم يا رب ارزقها في القريب العاجل بالزوج الصالح، وعوضها خيرا مما ضاع، واسعد قلبها وارفع شأنها وفرج همها ونفس كربها، اللهم امين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.